ميدو احمد حسام ميدو بالقدم اليسرى، يا سلام على التمريره جميله والله للاسمر شيكابالا، ينطلق الاسمر محاوله اماميه بالشمال شيكابالا والعرضيه وخطيره وهوب والهدف الاول، يا سلام على هذا الكلام ايها الابيض، القلعه البيضاء الحصان الابيض نادي الزمالك يتقدم على المصري في اول دقائق اللقاء، لكن نقول ايه هذا الرجل اللي على الشاشه هو سبب هذه الهجمه وسبب هذا الهدف، الخبير الكبير حسام احمد حسام ميدو، تمريره حريريه لشيكابالا عملها عرضيه ولا اروع ولا اجمل لحاسم امام اللي جه خلف المدافعين تماما وبدون رقابه يضعها سهله سهله، ادي الاعاده قدامنا بتوضح، يا سلام يا ميدو، يا سلام يا ميدو بطرف العين على طول على طريقه توتنهام على طريقه ميدلسبرا يلعب العرضيه جميله، لكن يا سلام لا ننكر دور احمد جعفر بيفوتها ببراعه لحازم امام، القادمون من الخلف الغير